إيران تطلق 14 صاروخاً بالستيا من المدى القريب والمتوسط في ثاني يوم من مناورات تهدف إلى استعراض قوة الجمهورية الإسلامية أمام أعدائها، وتستمر هذه المناورات على مدى 10 أيام. وفيما تثير هذه العمليات قلق الغرب، تنفي طهران أن تكون برامجها الفضائية والنووية ذات أهداف عسكرية، وتقول إن المناورات لا تمثل تهديداً لأي بلد في المنطقة. لكن رئيس إدارة الطيران والفضاء التابعة للحرس الثوري قال إن بلاده مستعدة لضرب إسرائيل والولايات المتحدة في حالة قيامهما بهجوم على بلاده. برنامج الصواريخ في إيران يخضع للحرس الثوري، وأعلن لأول مرة خلال هذه المناورات عن مستودع تحت الأرض لتخزين الصواريخ دون تحديد مكانه.